أرجو أن تنتبه يا أخي وتنتبه يا أختي إلى أمر رائع جدا، وهو حتى هذا الملحد المتعصب ريتشارد دوكنز انتبه إلى وجود إرادة محركة حركت التطور ووجهت الكائنات الحية نحو هدف ما، وأن هذه الإرادة لابد أن يكون مصدرها شيء آخر وليس الكائن الحي بنفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتورة نوران العيادي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة نظرية التطور زادتني إيمانا، ونحن نناقش الآن هل التطور موجه وله هدف وغاية أم أنه أعمى وليس له أي هدف أو غاية؟ وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن غريزة البقاء والاستمرار الموجودة في جميع الكائنات الحية، وكيف أن هذه الغريزة هي الأساس المحرك لعملية التطور، فيمكن أن نعتبرها المحرك الأساسي الذي دفع بعجلة التطور أن تتقدم نحو الأمام. فعندما يكون هناك صراع نحو البقاء ستكون هناك منافسة بين الكائنات، فيبقى الأصلح ويفنى الأقل كفاءة، وهذا هو ما يسمى بالانتقاء الطبيعي أو natural selection. واتفقنا أن هذه الإرادة القوية والمستميتة الموجودة داخل الكائنات الحية والتي تدفعها نحو البقاء لا يمكن أن يكون مصدرها الكائن هو نفسه، فكيف لكائن بسيط وحيد الخلية مثلا أن تكون له رغبة وإرادة نحو أي شيء؟ ولماذا تتكبد هذه الكائنات كل هذا العناء نحو البقاء والتنافس فيما بينها إلا إذا كانت مدفوعة دفعا إلى ذلك من قوة خارجية؟ طبعا المؤمن عندما يسمع هذا الكلام أو يصل إلى هذه النتيجة بفكره واستنتاجه سوف يقول لابد أن هذه الإرادة جاءت من الله سبحانه وتعالى، ولكن ماذا سيفعل الملحد؟ لابد أن يبحث لنفسه عن مخرج آخر حتى لا يقول بوجود الإله. ولذلك بالضبط حاول ريتشارد دوكنز زعيم الملاحدة في العصر الحديث أن يخرج من هذه الورطة في أول كتاب ألفه بعنوان الجين الأناني، وذلك حتى لا يضطر بالقول بوجود إله طبعا. فصور لنا أن جيناتنا الموجودة في الحمض النووي DNA الموجودة في خلايانا وخلايا جميع الكائنات الحية الموجودة على سطح الأرض أنها هي التي تدفعنا نحو البقاء، وذلك ليس لمصلحتك أنت أيها الكائن المسكين بل لمصلحة DNA نفسه، هو يريدك أن تبقى حتى يستمر هو في امتطائك واستغلالك حتى يبقى. وقلنا أن DNA مضطر المسكين أن يفعل ذلك، وذلك لأنه يعني لا يستطيع أن يعيش منفردا هكذا دون أن يكون داخل خلية حية، ولذلك هو مضطر أن يضمن بقاء هذه الخلية الحية حتى يضمن بقاء نفسه ويستمر جيلا بعد جيل، فحينما يفنى الآباء ينتقل إلى الأبناء عن طريق التكاثر والانقسام، ولذلك من المهم له أن يضمن بقاء ذلك الكائن الحي حتى يصل إلى مرحلة البلوغ ويستطيع التكاثر، ثم بعد ذلك إذا فنى فلا يهم. فصور لنا دوكنز فيلم خيال علمي يتحكم فيه الحمض النووي DNA ويسيطر على الكائنات الحية جميعاً ويوجهها ويطوعها نحو أهدافه وإرادته، وهو الذي يدفعها نحو البقاء والتنافس فيما بينها من أجل البقاء في سباق التسلح، حتى أصبحت نتيجة ذلك كل هذه الكفاءات والإبداع والجمال والروع الذي نراه حولنا من الكائنات الحية الموجودة في الطبيعة. فإذا نحن جميعا الكائنات الحية المسكينة لسنا سوى آلات تعمل لخدمة DNA من أجل أن يبقى ويستمر، ولكن يا ترى لماذا هو يريد أن يبقى ويستمر؟ فيكون جواب دوكنز على هذا السؤال هو كالآتي: الهدف الحقيقي للDNA هو أن يستمر فحسب، لا أكثر ولا أقل. ما شاء الله، هكذا مركب كيميائي اسمه DNA وطوع كل هذه الكائنات طوع أمره ورهن إشارته وتسبب في نشوء كل هذه الأنواع والكائنات التي انقرضت والتي ما زالت تعيش على الأرض
وقوم الدنيا ولم يقعدها لملايين السنين بل بلايين السنين، فقط لأنه يريد أن يستمر يا جماعة، لا أقل ولا أكثر، لا ندري لماذا، هو فقط يريد أن يستمر. من أين جاءته هذه الإرادة؟ طيب هو لا ندري، هو فقط هكذا يريد أن يستمر مركب وتحكم فينا، والله يعينكم. ويقول أيضا دوكنز في فقرة أخرى في كتابه الجين الأناني إن هذه الجينات تتحكم في تصرفات آلات البقاء، التي هو يقصد طبعا بآلات البقاء أو survival machines، الكائنات الحية يسميها آلات البقاء، ليس مباشرة، أي أنه يقصد أنها لا تتحكم، هذا الـ DNA أو الجينات لا تتحكم بالكائنات الحية مباشرة بأصابعها مثلا أو بخيوط تحريك الدمى، بل تتحكم بها بشكل غير مباشر مثل مبرمج الكمبيوتر. ويقصد أنها تتحكم بتصرفات الكائنات الحية بشكل غير مباشر كما يقوم مبرمج الكمبيوتر ببرمجة الكمبيوتر على برنامج معين، وثم هذا الكمبيوتر يقوم بتنفيذ ما تمت برمجته عليه، وكذلك تعمل الجينات مع الكائنات الحية. فلا أرى إلا أن دوكنز قد صور لنا هذا الـ DNA وكأنه إله مسيطر متحكم، يعني متصرف في سبيل أن يهرب من القول بوجود إله. وما الجينات ولا الـ DNA إلا جند من جنود الله سبحانه وتعالى، تسير وفق خطته ورهن إرادته وإشارته، فهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أليس كذلك؟ فإرادته سبحانه وتعالى هي التي تحرك الوجود وتحرك المسار التطوري وتوجهه، وليس الـ DNA. فما أرى دوكنز إلا أنه حاول محاولة يائسة أن ينقل هذه الإرادة الواضحة الصارخة الموجودة في الوجود والتي تدفع بالكائنات الحية، نقلها من القول بأنها مصدرها من الله سبحانه وتعالى إلى القول بأن مصدرها من الـ DNA، وحاول أن يصور لنا هذا الفيلم الخيال العلمي هذا لكي يقنعنا بذلك. لكن انتظر لحظة يا دوكنز، إذا كان الكائن الأناني فقط هو الذي يبقى، فبماذا تفسر غريزة الأمومة التي نراها في الكثير من الكائنات الحية وتحيا بنفسها من أجل أبنائها ومن أجل استمرارهم؟ فهذه منتهى الفدائية والغيرية والتضحية، أين هي الأنانية في هذا المثال؟ فيرد دوكنز ويقول لا لا، انتظر لحظة، لا تعتقد أن هذه الفدائية التي قد تبدو لك نوعا من الإيثار الذي تقوم به الأم نحو أبنائها هو ضد الأنانية مثلا، بل إن ذلك هو عين الأنانية. كيف ذلك يا دوكنز؟ أرجو أن تفهمنا ماذا تعني بهذا الكلام. يقول دوكنز في كتابه الجين الأناني أن الجينات الموجودة في الأم ماذا تفعل؟ هي تعرف أن الجينات الموجودة في هؤلاء الأبناء هي 50% من جيناتها هي، و50% طبعا جاءت من الأم، فهي على الأقل 50% منها، فهي حين تدافع عنها فهي تدافع عن جيناتها كأنها ما تدافع عن نفسها، لأن كل واحد من هؤلاء الأبناء يحمل 50% من جينات الأم، فهي إنما تدافع عن بقاء واستمرار الـ DNA الموجود فيهم، لأنه عبارة عن نسخ من الـ DNA الموجود فيها. وهكذا الـ DNA يدفع الكائن إما أن يدافع عن الكائن الذي أمامه أو أن يهرب هو وينفد بجلده اعتمادا على الحسابات التي يقوم بها، يعني افتراضيا طبعا هم يقولون ذلك، أنه كأنه يقوم بعمل حسابات فيعرف مقدار التشابه أو الاختلاف بين جيناته وبين جينات الكائن الذي أمامه، وبناء على ذلك إما سيدافع عنه أو سيهرب هو. فأبناء عم الكائن سيشتركون معه في ثمن جيناته، وبالتالي دفاعه عنهم سيكون أقل من دفاعه عن أبنائه. وهكذا يصور لنا دوكنز أنه عندما يكون الكائن أمامه كائن آخر في خطر، سوف يقوم الـ DNA الخاص بالكائن بحسابات سريعة ليحسب مدى التشابه بينه وبين الكائن الذي أمامه والذي يرى أنه في خطر، ثم سيقرر هل سيساعده أم أنه سيتركه ويهرب. دوكنز طبعا لم يقل
كلاما سخيفا كهذا، لكن سأقول لكم بالضبط ما الذي قاله. يقول دوكنز أن الجينات المتشابهة تميز بعضها بعضا وتعرف بعضها بعضا، وبالتالي هي تعمل فيما يشبه وكالة الجينات أو منظمة الجينات، ما يسمى بجينز منشيب أو جين منشيب. فالجينات المتشابهة كلما زاد تشابهها كلما دافعت عن بعضها أكثر، وكلما كان التوافق بينها والعمل الجماعي والمصلحة المشتركة تحركها. وطبعا مصلحتها المشتركة هي ماذا؟ هي أن تستمر نسخها. واختيارها للجينات التي تتشابه معها أسماه ريتشارد دوكنز في كتابه كين سيلكشن، أو اختيار الأقارب. فهي تقوم هذه الجينات الموجودة في أجسادنا باختيار الأقارب لتعرف هل يستحقون التضحية أم لا. وهذا اختيار الأقارب أو الكين سيلكشن لا يعمل فقط على مستوى الأم لأبنائها أو الإخوة أو أبناء العمومة أو هكذا، إنما يعمل أيضا على مستويات أكبر. فهو يعمل مثلا على مستوى خلية النحل، أو يعمل على مستوى مستعمرة النمل. فهو يفسر لماذا تقوم النملة بالدفاع عن باقي النمال في مستعمرتها، أو بالدفاع عن الملكة وكذلك النحل. يقول لأن جيناتهم في المستعمرة الواحدة تكون متشابهة، لأن أمهم جميعا هي الملكة، وبالتالي هذه الجينات المسيطرة عليها سوف تدفعها للدفاع عن الأقارب أو الذين جيناتهم تتشابه معها، وتضحي هذه النملة أو هذه النحلة بحياتها من أجلهم. يعني الآن المسألة كبرت، هي ليست مجرد يعني أعمال فردية، هذا أصبحت يعني احتلال منظم، وفيه وكالات ومنظمات مسيطرة على الكائنات الحية وتوجهها لمصالحها. وكل ذلك لأن الـ DNA يعني يا جماعة ما بس هو يريد أن يستمر لا أكثر ولا أقل. ولذلك أقام هذه المنظمات، منظمات الـ DNA ومنظمات الجينات، حتى تسيطر على أجسام الكائنات الحية وتحركها ما شاء الله لمصالحها. يعني الـ DNA لديه تخطيط استراتيجي وقتالي ولا أروع، ولديه لوبي ويعني خطط غير طبيعية، وذلك كله لاحتلال أجسام الكائنات الحية، ولا يصدر أوامره إلا بحسابات مدروسة هل تخدم مصالحه أم لا. يعني لا أدري ماذا أقول. نحن في النهاية نتكلم عن مركب كيميائي غير عاقل، صوره لنا كأنه عاقل وليس عاقل، عاقل ومسيطر وكأنه إله. لا أدري ما هذا. أنا على فكرة لا أبالغ فيما ذكرته عما هو موجود في الكتاب، هذا فقط غيض من فيض مما هو موجود من الكتاب. والله عندما تقرأه تتعب من عقلك، يعني كأنه يدخل في خلاط أو في دوامة، وأنت تحاول أن تفهم ماذا يريد هذا الرجل. لكن أرجو أن تنتبه يا أخي وتنتبه يا أختي إلى أمر رائع جدا، وهو حتى هذا الملحد المتعصب ريتشارد دوكنز انتبه إلى وجود إرادة محركة لهذا الكون، وإرادة حركت التطور ووجهت الكائنات الحية نحو هدف ما، وأن هناك إرادة محركة هي إرادة البقاء، وأن هذه الإرادة لابد أن يكون مصدرها شيء آخر وليس الكائن الحي بنفسه. وحاول أن يقوم بكل هذه التفسيرات البهلوانية حتى يتخطى هذه العقبة ولا يقوده هذا الأمر إلى الاعتراف بوجود الله. وهناك إرادة أخرى مهمة تشكل وتحدد لنا شكل وجود الكائنات الحية على وجه الأرض، وهي الإرادة نحو حفظ التوازن الطبيعي، أو قد نسميها الحفاظ على التنوع. وهذا يعني أن هناك دائماً قوة ما تدفع الكائنات إلى أن يصلوا إلى مرحلة توازن لا يجعل البيئة حكراً على يعني كائن واحد فقط هو الذي يسيطر ويتكاثر ويمنع الكائنات الأخرى أن تتكاثر ولا يعطي فرصة لغيره أبداً. يوجد دائماً تحرك باتجاه توازن طبيعي والسماح بوجود التنوع. وسوف أعطيكم مثالا حتى يتضح المعنى.
فمثلا كل نوع من الطيور يضع دائما عددا معينا من البيض بحيث يسمح له بأن يستمر، وفي نفس الوقت يسمح لغيره من الكائنات أن تعيش وتتكاثر وتجد مصادر للرزق والطعام. فمثلا أنثى طائر أبو الحن أو أبو الحناء أو يسمى بالإنجليزية روبن تضع كل يوم بيضة واحدة حتى يكتمل لديها في عشها نصاب معين هي مفطورة عليه، وهو 4 بيضات. فإذا رأت أن النصاب عندها اكتمل 4 بيضات، وهذا النصاب خاص بنوعها، فغيرها من الطيور يكون نصابه بيضتان، وغيرها قد يكون 6، وهكذا كل نوع يضع عددا معينا من البيض، أو حيز ضيق مثلا يضع من 5 إلى 6 بيضات وهكذا. المهم نعود لأبي الحن، فهي حينما ترى في عشها 4 بيضات سوف تجلس عليها وتحتضنها حتى تفقس. طيب قد يقول قائل، طيب هي ربما لا تتوقف عند حد 4 بيضات لأنها تريد أن تحافظ على التوازن الطبيعي، ولكنها هذا حد استطاعتها أنها تبيض 4 بيضات فقط. والجواب على ذلك عجيب، والحقيقة أنها لا تتوقف عند حد 4 بيضات لعجزها أن تبيض المزيد، بل هي مبرمجة أن تبيض 4 بيضات، بدليل أنها لو فقدت بيضة مثلا كسرت أو سرقت منها بيضة أو 2، سوف تبيض مكانها بيضة أو 2 حتى يكتمل النصاب التي هي مبرمجة عليه أن ترى في عشها 4 بيضات. وفي بعض الأنواع من الطيور تستمر الأنثى مسكينة في تعويض البيض الذي يفقد منها. في بعض التجارب العلمية قاموا بسرقة بيض كل مرة من الأنثى، وهي تحاول أن تكمل النصاب، تحاول أن تكمل النصاب في كل يوم في كل يوم، حتى باضت المسكينة أكثر من 70 بيضة. إذا الطيور تستطيع أن تبيض أكثر. إذا السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا هي تتوقف عند نصاب معين؟ لماذا يتوقف طائر أبو الحن عند 4 بيضات وستوب؟ ما هي مصلحته في ذلك؟ ولماذا لم يدفعها جينها الأناني الذي يريد أن يستمر ويبقى أن تبيض المزيد والمزيد من البيض جيلا بعد جيل وتتكيف على ذلك حتى تبيض 10 و20 بيضة؟ لماذا؟ أليس من الأفضل له أن تسيطر جيناته نوعه على المنطقة؟ أليس هكذا المفترض أن يتصرف الجين الأناني؟ لكن على العكس، كل نوع يضع من البيض ما يضمن بقاءه واستمراره، وفي نفس الوقت يحفظ التوازن الطبيعي ولا يخل به، ويعطي فرصة لغيره أن يأكل ويتكاثر. والسؤال الآن، لماذا تفعل ذلك الطيور؟ هل هي مهتمة بحفظ التوازن الطبيعي؟ هل عندها علم بالتوازن الطبيعي؟ هل جيناتها الأنانية مهتمة أيضا ببقاء الأنواع الأخرى التي لا علاقة لها بها؟ هذا المثال ليس في الطيور فقط، بل كل كائن من الكائنات مفطور على أن يتكاثر بمقدار معين ونطاق محدد بما يحفظ التوازن الطبيعي في بيئته. وكذلك فترة حياة الكائن لها دور، وأيضا سرعة تكاثره أو اللايف سايكل مدتها لها دور، وكلها عوامل موزونة بين الكائنات بما تحفظ بقاءها وتحفظ بقاء الكائنات الأخرى التي تعيش معها في بيئتها. وهذا التوازن الطبيعي سبحان الله بين الكائنات ليس بالأمر السهل أو الذي يحدث بشكل تلقائي هكذا بين الكائنات أو بشكل عادي، فهو حساس جدا لأي زيادة أو نقص في أعداد الكائنات أو في أعداد نوع معين، ويتأثر بعوامل كثيرة محيطة بالكائن. فهو قد يختل بسبب كارثة بيئية مثلا، قد يختل بسبب تدخل الإنسان في كثير من الأحيان، لكن بعد أن يحصل هذا الخلل أو هذا الضرر الذي أخل بالتوازن الطبيعي، سوف تجد بعد زمانية طويلة مثلا أو قصيرة على حسب مقدار الخلل، سوف تعود البيئة شيئا فشيئا إلى التوازن، ولكن بعد مدة، ولن تكون بالأمر السهل. ولذلك الإنسان لن يشعر بقيمة هذا التوازن ووجوده إلا حينما يتدخل فيخل بالتوازن، وربما بسبب هذا الإخلال قد تنقرض أنواع وتظهر أنواع، لكن على العموم سيصل في النهاية إلى مرحلة استقرار. فإذا ما مصدر هذا التوازن الطبيعي الذي له
حسابات علمية معقدة، والذي مهما حاول الإنسان أن ينشئه أو يرتبه يصعب عليه جدا ذلك، مهما حاول أن يخطط ويستخدم علمه وعقله وتدبيره. إن معضلة التوازن الطبيعي من المعضلات المهمة التي تواجه من يقول بعدم وجود خطة محكمة من إله مدبر يدير هذا الوجود نحو إرادته. ونختم حلقتنا عند هذا الحد، ونلقاكم الخميس القادم إن شاء الله مع موضوع مهم جدا له علاقة وثيقة بموضوع التطور الموجه، وهو صانع الساعات، هل هو أعمى أم بصير؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة حتى لا تفوتكم الحلقات. نلقاكم على خير يوم الخميس القادم بإذنه تعالى.